السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمع جار له فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فعملت مثل ما يعمل. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وروى كذلك الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على حكم وعلى فوائد عظيمة. فمن ذلك أولاً قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا بمعنى الغبطة، وهو حسد محمود، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من النعمة من غير أن تزول عنه. ثانياً من الفوائد قوله عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أي أنه مشتغل بهذا القرآن عبادة بالليل وحفظاً وتعليماً للناس. ثالثاً من الفوائد قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة هي البينات من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة. رابعاً، فضل القضاء بين الناس، وأنه مما يحمد عليه المرء ويغبط إذا كان أو إذا وفق للقضاء العادل بين الناس. خامساً من الفوائد فضل الفتوى، لأن الفتوى حل لمشكلات الناس التي تعتريهم في أمر دينهم. سادساً من الفوائد فضل العلم والعلماء، وقد وردت النصوص الكثيرة في ذلك. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سادساً فضل الغني الشاكر، وأنه في عمل يتمناه المتمنون. سابعاً من الفوائد من الأحاديث السابقة أن كثرة المال ليست مذمومة على الإطلاق، وإنما المذموم أنه إذا أخذ المال من غير حله وصرفه في غير حقه، أما إذا أخذه من حله وصرفه في حقه فهذا مما يتنافس فيه المتنافسون. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. تاسعا من فوائد الأحاديث السابقة أن المدح المذكور في هذه الأحاديث إنما كان أو إنما لمن أنفق في سبيل الله عز وجل وبالغ في هذا الإنفاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: ما يسرني أن عندي مثل جبل أحد ذهبا تمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا، أي أنفقه ولا أبقي منه شيئا. وإن مما يرجى أن يكون قد حصل على هذه المنزلة العظيمة في المبالغة في الإنفاق في الحق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عمر قال: أمرنا بالصدقة، فقال عمر: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر ما تركت لأهلك؟ قلت: مثله يا نبي الله. وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ما عنده من مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قلت: تركت لهم الله ورسوله. قال عمر: فوالله لا أسابقك إلى شيء أبدا. عاشرا من الفوائد فضل النية الصادقة، وأن المرء يحصل بهذه النية الصادقة مراتب العاملين وإن لم يعمل كعملهم. فقد جاء في صحيح مسلم مع السهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأختم كلمتي هذه بهذا الحديث العظيم الذي رواه الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة من حديث ابن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزا، وما فتح رجل باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. إنما الدنيا لأربع: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا، يتقي ربه ويصل رحمه فهذا من أفضل المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، أي الرجل الغني المنفق، فعملت مثل ما يعمل، فهو صادق النية فهما في الأجر سواء. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا من أخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، أي الرجل السيء، فعملت مثل ما يعمل فهما في الوزر سواء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.